هذه خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة رفح أقصى قطاع غزة. مشاهدينا، ساكنو هذه الخيام نزحوا إليها بعد أن حالفهم الحظ بالنجاة من هول مجازر ارتكبها الجيش الإسرائيلي في شرقي رفح أولا وفي وسطها ثانيا، لينتهي بهم الحال في المواصي، وهي منطقة ادعى الاحتلال أنها آمنة وأدعى الفلسطينيين الناجين من هجماته إلى التوجه إليها. لكن وكما قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بوجود مناطق آمنة بغزة كاذبة ومضللة. خير دليل على ذلك مشاهدينا ما حدث في منطقة المواصي التي ارتكب الاحتلال فيها الجمعة مجزرة جديدة دون سابق إنذار أو إلقاء منشورات تطالب الأهالي بالنزوح من جديد. اعتلت الدبابات الإسرائيلية تلة رملية غرب الحي السعودي التي تكشف منطقة الخيام، وبدأت بقصف عنيف ومباشر مستهدفة الخيام، ما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 25 شخصا وإصابة 50 وفقا لوزارة الصحة في غزة. لنشاهد. يا ساتر يا ساتر، الاولاد كلهم جوا. هذا عايش والله عايش. كل امبارح بالليل في رشقات عشوائيه نار، يعني ربنا ستر والحمد لله قمنا منها بسلام. يوم قبل العصر رموا قنبله الصوت حوالين خيام الصليب، اللازقين في الصليب. جوزي طلع على اول صوت على السريع، رموا القنبله الثانيه قريبه من باب الصليب. كل الشباب راحوا هناك الفم وصار اصابات. قلت جوزي حاولت اتصل ادور عليه ما لقيتوه. اخذونا جيراننا كلهم شرد، الناس يعني بحالهم بوعيهم زي ما هم، اخذونا الناس معاهم في السياره. استهداف الاحتلال خيام النازحين في المواصي مشاهدينا دفع مئات الفلسطينيين لمغادرة المنطقة والنزوح من جديد، بعضهم للمرة الخامسة والسادسة إلى مصير مجهول. نشاهد. من بين مشاهد الوداع والموت مشاهدينا، انتشر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي لهذه الأم. أم فلسطينية ظهرت بكل ثبات وصبر تودع ابنيها الشهيدين اللذين ارتقيا في مجزرة مواصي رفح، وهي تقول: أولادي عرسان زفوهم، الله يسهل عليكم يما. نتابع. قول الحمد لله. الحمد لله. إن الله وإن إليه راجعون. كبر يا ناس. الله الله كبر. زفار عرسان اليوم، هذول أولاد عرسان اليوم، زفوهم. أولاد عرسان زفوهم يا ناس. الله يسهل عليكم يا حبايب، الله يرحمكم. الله يسهل عليك، الله يبارك فيك. الله يسعدك، الله يبارك فيك. يلا نرد الشهادة. بدك عريس يا حبيبي. تفاعل كبير شهدته وسائل التواصل الاجتماعي مع مجزرة الخيام في المواصي مشاهدين، نستعرض بعضا منها. المدونة سيرين خروب علقت: كسر حاجز الشيء مرة يجعله عاديا في المرات اللاحقة. قصف الاحتلال المعمداني لجس نبض العالم من خلاله، فكان نبضه متوقفا لتتوالى بعدها العديد من الانتهاكات والمجازر التي لا تعد ولا تحصى. بكينا وغضبنا على مجزرة الخيام في مرتها الأولى، لكن بلا حراك، ليعاد المشهد مرارا وتكرارا دون اكتراث. وهنا مشاهدينا الصحفي أحمد فوزي يرى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائمه في رفح وغزة عموما، وهو يدرك أنه لن يردعه أحد، على حد قول أحمد. المدونة آن كتبت بدورها: المواصي هي المكان الذي ناقل إليه الإسرائيليون سكان غزة بعد أن طلب منهم مغادرة رفح. كل يوم هناك ما لا يقل عن 50 قتيلا. هذا هو القتل المتعمد والممنهج للشعب، إنهم يفعلون ذلك ببطء حتى لا نلاحظ. الوضع برمته مقزز، على حد قول آن.
ونختم مشاهدينا مع أميرة حجازي التي علقت بالقول: تهجير الناس بالقوة من مكان إلى آخر لمجرد قصفهم في الخيام هو إرهاب. الهدف الوحيد من هذه الإبادة الجماعية هو الإبادة والتدمير ومن ثم الإبادة. وختمت متسائلة: إلى أين يجب أن يذهب الناس؟